بالنسبه لينا حنا كما قلت لك حنا تنهضروا ديما على الهويه وليدونتيتي تاع ليكيب. بديناها وتنتطوروا فيها. دابا دخلنا في المباريات الصحاح وتتشوف انه اليوم دومينا ترجينا في كازا سافو دير هادشي تيأتي بالشر بالخير. كاينه شويه ليفيكاسيتي نزيدوها وحنا خلينا دي زوكازيون في الاخر هذا، ولكن هذاك مساله عياء بالنسبه لينا كما تقول. ماشي اللعب ديالنا تنديرو اليوم هذه وغدا هذه، تلاحظ انه الا تشوف انه كاين لي زوتوماتيزم نفس الشيء. سجلنا هدف الحمد لله ما اونكيسيناش حتى هدف. بالنسبه لي النتيجه ايجابيه، ولكن خاصنا نكونوا بريفتونس. ولكن العرض اللي قدموا اللعابه انا مرتاح ليه. المباراه الى شفت المباراه كان الهدف الثاني تاع البحري يمكن ايوب جاتو عنده واحد اوكازيون في الاول، ولكن حتى هما جاتهم اوكازيون كبيره. بالنسبه لي 1-0 رياليست، النتيجه مزيانه، النتيجه مزيانه. اللي مهم هو ما كانش اونكيسينا تا بوت، ولكن تنشوف دائما لون تيرم بيان سور النتائج مهمين، مي تنشوف شنو قدموا اللعابه ديالي في هذا البريسيون في هذا لادفيرسير. هذا لورغانيزاسيون نفس الشيء، دومينينا الماتش يعني خاصها تزيد الثقه اكثر باش نزيدو نكبروا. حنا الهدف ديالنا شنو هو؟ هو هنا ولا لا في البلاد ديالنا ولا خارج البلاد ندومينيو ليزيكيب باش نكون ديما لاباز ديالنا هي الهويه ديالنا. يعني حنا ماشي لا تشوف الترجي اليوم جا دي فوندا وهذا، حنا ديما الهويه ديالنا، لان خاصنا ننطلقوا من القوه ديالنا، ولكن خاصنا نكونوا رياليست اللي تنقولوا، خاصنا نكونوا واقعيين. الماتش خا لاعبين لاكستيريور عندنا واحد 0، يعني خاصك تشوف كيفاش ماناجي لو ماتش، ولكن على العموم غادي نحاولوا نلعبوا الكره ديالنا تمايا باش نجيو في القوه ديالنا ونشوفوا على حسب السيتياسيون تاع الماتش كيفاش ماناجي. كيف تعرف مقابله داروا الدراري كبيره، هذه ماشي هذه نهايه المباراه، مازال لنا شوط في تونس. احنا ماركينا مازال لينا الماتش الجاي ان شاء الله غنديروا اللي في جهدنا باش نحققوا ان شاء الله واحد النتيجه اللي تقدر تمر بينا للنهائي ديال هاد الكاس هذا، ونجيبوا ان شاء الله المغرب ونفرحوا جميع الجماهير الوداديه ان شاء الله. كما كتعرف انا كنلعب في المجموعه وجيت الفريق اللي كيقولوا عليه العائله، دونك خاصك تكون في نهارك وتلعب الفريق باش يدخل الخزينه ديالو الارقام. مع الدور اللي تيعطيني المدرب راه كنحاول نطبقه بالحرف، وكنبغي نشكرو على الثقه الكبيره اللي داير فيا، وان شاء الله تنقول مع الوداديه غيكون غير خير ان شاء الله. كيما شفتوا المباراه الاطوار ديالها كيفاش داز، الحمد لله حنا راه كنلعبوا كمجموعه، ما كاينش فرق ما بين الدفاع ولا خط الوسط ولا خط الهجوم. حنا كنتعاونوا كمجموعه كامله، كنطبقوا التعليمات اللي علينا من المدرب ديالنا ان شاء الله، نحاولوا ان شاء الله نجيروا الماتش الجاي ان شاء الله كما بطبيعه الحال. كان علينا واحد لابريس وواحد الضغط انك خصك دير النتيجه تكون ايجابيه وترضي الجماهير ديالنا الوداديه. بالنسبه لنا النتيجه ديال 1-0 احسن من النتيجه ديال 2-1. غادي نزيدو نتكونسونطراو ونريكيبيريو هاد اليومين هادي ان شاء الله، وغندخلوا على هدف واحد ان شاء الله في الماتش ديال العوده اللي هو ان شاء الله التاهل، ونهديو للجماهير ديالنا الوداديه. الميساج اللي غادي نوصلوا ليه هو ان شاء الله نهديو ليه التاهل من تونس ان شاء الله باذن الله. بون السلام عليكم. اول حاجه فيليسيتاسيون لينا، وتما وين كانت فيكتوار ميريتي، ولعبنا بيان كونتر ادفيرتير تما عرف يميتريزي الماتش. مي الحمد لله هذا غير الشوط الاول، مازال دوزيام ميطون في تونس ان شاء الله راح بريباريو مليح سيرتو مونتالمون باش نكونوا بري ان شاء الله الماتش. الجمهور اول حاجه يعطيهم الصحه على الحضور تاعهم، هذا وين عاونونا بزاف، وهذه ماشي حاجه جديده عليهم، باسكو ميم لي ماتش تاع البطوله كانوا ديما يعمروا ستاد. يعطيهم الصحه، هذا فيكتوار هذا ليهم هما ان شاء الله، وراح نديروا بوسيبل باش نفرحوهم ماتش روتيون ان شاء الله.